قلت لك مليون مره موت يوسف اللي قلل مني. انا ما قللتش منك. وانا عملت ايه؟ انا قلت لك ان احنا خارجين انا والموظفين مع انت مالك؟ ايوه بس كدبت عليا ساعتها على فكره. ما كدبتش عليك، وحتى لو كدبت عليك وانت صدقت اني خطبتي بجد ولا ايه؟ ده دلوقتي بتعرف تعلي صوتك دلوقتي اهو عادي. اعلي طبعا، معليش ليه؟ وبعدين ما كفايه تحكم بقى، انتوا كلكم عايزين تتحكموا فيا. امي عايزه تجوزني وتسفرني، وانت عايزه تقيل اصحابي انت كمان. هو في ايه بقى؟ طب على فكره انا ممكن ازعق واكسر واعمل اللي انا عايزاه، تحب تشوف؟ لا ما احبش. وعلى ايه بقى؟ الفضه سيره احسن. سيري وانا بكلمك. انت قلت ايه؟ قلت الفضه سيره خلاص. احسن برضه. قبلتك ايه؟ كني هموت عليك؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ يعني ايه الفضه هسيره؟ من اللي انا شفته هيحصل. انا ماليش دعوه باللي انت شفته وما شفتوش. انت تفهمني يعني ايه الفضه هسيره؟ يعني مش هتجوزها. طب والمصاريف اللي صرفناها؟ والمعازيم اللي عزمناها؟ خلاص لا، حصل خير، احنا هنتجوز عادي، كانت حاجه بسيطه يعني. ده انا قلبي كان هيقف. لا الف سلامة، الف سلامة. سليم عايزك بعد اذنك. انا حاسس ان انا كمان عايزك. تمام. ايه حكاية اللي انت عايزها هيحصل ده؟ هو ده الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه؟ فين شخصيتك؟ ده احنا اساسا بنبني شخصيتك. هو انت عايز ايه بالظبط؟ هو انت عايزني اتجوزها ولا مش عايزني اتجوزها؟ انا عايزك تاخد القرار من نفسك، محدش يأثر عليك. بس انا شفت ان امي هتموت. شفت؟ يا سلام. مفيش الكلام ده؟ لا لا لا، في الكلام ده. مفيش الكلام. مش هضحي بيها يا شيرين، مش هضحي بامي. خلاص. انا ماما، انا خلاص دي خناقه بين اتنين مخطوبين عادي، ما حصلش حاجه يعني. انسوا انسوا يا جماعه، معلش انا كنت تنس شويه. طب وفين الدبله؟ انا سامعاها بترميها في وشك. فين الدبله؟ ده حصل فعلا. هنا. هنا دور. هي وقعت. انا اسف. هي عشان مناخيرك اللي حشاف كل حاجه في حياته. يا وليه يا بومه. انا وليه وبومه من الاخر كده. هو مش عايز يعرفكم تاني، بيكرهك. افهمي، بيكرهك كره شديد. استني بس نفهم كده ايه اللي هيحصل وايه اللي بيحصل ده. نفهم ايه؟ نفهم ايه؟ بتقولك بيكرهك ومناخيرك وبومه ثقيله. يا متشرده، يا صفيقه. انا صفيحه يا جدك؟ تعالي بقى. اه اه